صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي أوجه الرسالة تأكيدا لمقابلة الأستاذ راجح خوري مع التلفزيون الأم تي في ب 2 حزيران 2015. أستاذ راجح، إذا فعلا شامل روكوز عسكري مظبوط ومؤمن بجيشه وبوطنيته وبلبنانيته، ما بيجيبه لا بيجيبوا ما بيجيبوا شيلوا من رؤوسكم، وما بيجيبوا ميشيل عون ولا بيقبلوا فيه، بيعرفوه أخوة بده يعمل ديغول بده يعمل نابليون، ما بيجيبوه. هاي دي حرب بدها تكفي، وشال العقوبات يقبض تقبض إيران 170 مليار دولار حتى تكفي المعركة الحرب الشيعية السنية. فرض شغلة إذا بيقدروا يعملوها، إذا صارت بعد موت ميشيل عون، هلا مانن معجلين على موته ولا كانوا بيركبوا له موته، ما بيجيبوا واحد إلا موسخ سافل ما في أخلاق، ما عنده ضمير، ملفه وسخ مكموش 100% عندهم، ما بيعرف يقرأ كتاب، بيعطيهن كل سيادة لبنان وكل شي لغريزة بسيطة على مستوى ضيعي، هيدا بعينه وهيدا بشيله. هيدي كل القصة بكن تحطوها براسكم، شيلوا من راسكن هالشي. هلا بتقلي طيب من خلال هالمعادلة اللي عم تحكيها شو هو الحال؟ في فرد حال، فرد حال. اتمنى على الشعب السوري يسمع، لأنه القصة كلها من باب الشعب السوري من هونيك والشعب الفلسطيني. ما ممكن إلا من خلال إسرائيل، إلا من خلال إسرائيل. إذا بدنا نحط براسنا أن نستعمل الإسرائيليين مثل ما كان يقول رئيس الوزراء رحمه الله مناحيم بيجن، يا ابني لبشير، بعدين قال له يا خاين، أن نستعمل المناوير دي أبدا. هذا كل الموضوع يا أخوين، بتحبوا تسمعوه اسمعوه، ما بتحبوا تسمعوه أبدا. اما بشأن مقابلة سمير عبد الملك، ايه اهم زراعة اليوم موجودة بالعالم باسرائيل، متفوقة كتير الزراعة تبعهم، فينا نتعاون نحن وياهم على الزراعة، هيدي شغلة مهمة كتير، وهني بيفتحوا لنا السوق، لانه هني عندن علاقات مشتركة مع الدول الغنية اللي قادرة تشتري. رح أعطيك مثل واحد مشان تسمعه، عدد الأطفال الموجودين بالولايات المتحدة النسبة من كل الكرة الأرضية 3%، النسبة من مشتريات الألعاب لأولاد الصغار تشتري الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي من الألعاب لأولاد الصغار 40%، بوقت اللي عدد الأطفال من مجمل العالم كله بالكرة الأرضية 3%، المشتريات 40%. هيدي ما بتصير إلا بدولة أمريكا، هيدي شغلة بدنا نفهمها ونفهم كل شيء، الباقي كله حكي ما له أي قيمة. برجع بكرر، الحرب الشيعية السنية ما بتوقفها إيران ولا بشكل أبدا، تجار الأسلحة هني بيقرروا المعركة بالعالم وين بتكون، وهني بيقرروا الحروب وهني بيوقفوا الحروب. هذا شيء بكن تفهموه. وقت اللي وقفت بفيتنام انفهمت بدها تجي على الشرق الأوسط، لأنه بلش النفط يطلع وصار كل كاش العالم موجود بالشرق الأوسط، فانتقلت الحروب إلى الشرق الأوسط. وين في كاش؟ الصناعة الأسلحة هي اللي بتقرر الحروب. اوعى تفتكروا في شيء فالت، ممنوع وطني، ممنوع فهيم، ممنوع شريف، بدك تكون وسخ وسافل بملفك. شفتوا لو ميشيل عون ما عنده طموح يعمل نابليون شاردوغول، هلا بيجيبوه على كتر منه سافل ووسخ بملفه. لن يأتي رئيس جمهورية لبنان إلا عصورة ومسيل وقام وهاب وهالمجموعات هيدا، ما ممكن.
بده يكون ملفك وسخ تتاخذ وزارة كبيرة بالدولة، وتكون الدولة تقدر تمشي. هذا شيء بدك تفهموه، بتمنى عليك ان تفهموه. بعدين استاذ سمير عبد الملك عن الزراعة، صحيح هذا المشروع اللي عم تعمله، ولكن كل شيء ما بينفتح لبنان على اسرائيل، بضل تسويق الانتاج تبعك محلي قليل على الخارج. اثنين، حتى مشان الشحون اللي وقفت بالاردن ووقفت بالسعوديه وكذا، ليش بدنا نجيبها من البحر؟ كنا بنطلب اذن من الايران، من الاسرائيليين، وبيفتحوا لنا ومرقوا الشحون ومرقوا بالشحون تبعهم من خلال اسرائيل على جنوب لبنان. انا بقول وبرجع بكرر للائتلاف الوطني السوري الممثل الوحيد للشعب السوري، بما انك الواجهه السياسيه تبعها، ارجوك تسمعني. اول شيء بتمنى عليكم كقياده، وزير الزراعه عندكم او المسؤول الديبارتمون القسم بالائتلاف للزراعه، انه ياخذ هالفكره تبع سمير عبد الملك وديتلكن هي، مشان اي منطقه محرره نبلش نساعد الناس حتى يعملوا زراعه تقدر الناس تاكل. هيدي شغلة مهمة كتير. وبتمنى على الائتلاف الوطني قلوب الطاولة اللي تخاف، قول نحن ما بنقبل اللي بجنيف واحد واللي بجنيف اثنين واللي بجنيف 10 واللي بجنيف 500. نحن ما بنقبل الا بفرد شغلة، دول الهلال الخصيب كلها سوا بدون اي استثناء، نجتمع يا باسرائيل يا بعمان بالاردن. هذا هو الشغل المضبوط اللي بيكون، وهيك بتقلب الطاولة. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.